نعتذر عن الإطالة، وكان بودنا إن إحنا نستمع لأكثر من صوت نقدي، من صوت نقدي من أساتذتنا وكده، لكن الوقت يعني لأن في ندوة تانية وكده. بنتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لأستاذنا أشرف أبو جليل، والأستاذنا عبد الستار سليم، والأستاذنا عبدو الشنهوري، والدكتور حسن المغازي، وضيوفنا اللي شرفونا الأستاذ محمود مسعود شمام، الأستاذ الحلواني، والأستاذ فيصل، ولجميع شعراء الواو المبدعين اللي هم جم وشرفونا أو احنا اتشرفنا باستضافتهم النهاردة. ونلتقي في ندوات أخرى إن شاء الله. ويعني رجاء من أستاذنا أشرف أبو جليل كده إن هو يعني يخلينا على الخريطة بتاعته كده إن شاء الله دايما بإذن الله. كل الشكر والتقدير لحضرتك يا أستاذنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكرين جدا. إن شاء الله لكم بشوفان الواو له أمسية خاصة في رمضان المقبل إن شاء الله في أمسيات، طبعا هتكون أفضل من هذه الندوات حالا، حيث توجد إقامة وانتقالات ومكافآت وحاجات كده، لأن احنا محرجين جدا. بس هو ده وضع هيئة الكتاب، يعني ده وضع، دي مش أمسيات خاصة بنا، دي مش أمسيات خاصة بنا، دي احنا ضيوف زيكم بالظبط على هيئة الكتاب. وهيئة الكتاب ما بتعملش أي حاجة لأي يعني، هي هو ده دورها بس. القهوة كده، شكرا. القهوة كده والشاي كده 10 على 10. والله نطلع في رمسية تانية.